And it goes a little something like, وقبل ما نبدأ ما تنسوش تصلوا بينا على النبي وتذكروا الله، هسيب لكم رابط كواي والانستا في صندوق الوصف. ما تنسوش تدعمونا بميزة التشكرات تحت الفيديو. يلا نبدأ الفيديو مع بعض. الجزء الثاني بيبدأ لما بتقول زوجة ابوها يوران عاوزة تهربي من المنزل دون ان تأخذي فواتير جدك الطبية حتى، فبتقول لها انا حاليا مش قادرة اتحمل اي تكاليف، فبتقول لها بتردي عليا كمان وبتضربها بالكف وبتقول لها اخرجي برا. وهنا موشو بيدخل وبيمسكها وبيقول لها صفعتيها، الامر متروك لعائلة شانغ كلها عشان تعوض عن ده. فبتقول له انت مين؟ بيقول لها موشو زوج يوران. وبتتصدم زوجة ابوها وبنتها وبياخدها وبيمشوا وبيروحوا بيته، وبتقعد يوران تاكل وموشو بيبص عليها وعلى طريقة اكلها وهي فرحانة وبتاكل، فبيكح عشان تاخد بالها من طريقة اكلها، لكنها بتقوله مالك هل لديك سعال؟ فبيقول لها واضح ان احنا هنحتاج جلسة تدريب جيدة، وبيقوم يقرب منها وهي بتبص له باستغراب وبيمسك ايديها وهي بتقول في سرها هل هذا يسخر مني؟ وبيقرب منها وبيمسكها وبتقوله لا تنسى العقد بتاعنا ممنوع الاقتراب فيه، لكنك على بعد متر واحد مني الان. فبيأكلها، فبتقوله لماذا انت لطيف جدا معي فجأة؟ وبتاكل وبيسألها اذا كان طعم الاكل حلو، وبتقوله ايوه. بيقولها هو لذيذ، اذا انا عايزك تعرفي حاجة، المربية مش موجودة في المنزل النهاردة، هل من الممكن غسل تلك الملابس لي؟ وبيمشي وبيقولها لكن تذكري يجب ان يتم غسلهم يدويا. وهي متغاظة منه وشوية وبتدخل عليه بالغسيل وبتنفض المية عليه وهو قاعد، فبيقولها هل فعلت ده عن قصد؟ بتقوله لا طبعا يا زوجي. بيقولها ما تحاوليش تلعبي الحيل معايا، وبيشد من ايديها الهدوم وهي بتشدها لحد ما بتكونها تقع وبتكون خايفة جدا، وموشو بيلحقها بسرعة في حضنه وبتقع عليهم الهدوم وهم في حضن بعض. وبتقول البطلة انا شينغ يوران، بعد ان اقمت في منزل موشو عدة ايام ادركت امر خطير اكتر من موشو، هو ان في حد بيتجسس علينا طول الوقت، وبيبان ان مو يونزي بيتفرج عليهم وعلى فيديوهاتهم وبيقول ما زلت صغيرا جدا، وبيجي مساعد وبيقول له رئيس يونزي ما يريد ان يشتري السيد الصغير هو فندق فرنش لقد تم التفاوض عليه بالفعل من قبلنا. فبيقول له جيد، اذا نريد دليل على ان زواجهم مزيف، ابدأ من الليلة. وفعلا بالليل بتقوم يوران تشرب مية وبيكون في شخص بيدور في غرفتها، ولما بتدخل وبتقول له انت مين وهي خايفة بيحاول ان هو يمسكها، لكن موشو بيمسكه وبيضربه وبيبدأوا الاتنين يضربوا في بعض لحد ما بيضرب الشخص يوشو وبياخد منه يوران علشان يقدر يطلع، وبيقول له خليك مكانك لا تأتي، وبيطلع وبيسيب يوران اللي بيحضنها موشو وبتبص عليه وهي خايفة وبتقول له أنا شينغ يوران أدركت الآن إنني في أزمة وأدخلت نفسي فيها، حتى ذلك الغامض أذى نفسه أيضا لحمايتي. وبعد شوية بيطلع موشو من الحمام وبتبص عليه يوران وهي مكسوفة جدا وبتقول له اخلع ملابسك حتى أقوم بوضع دوائك، وبتقوم تقرب منه وبتقول له هي تؤلم؟ وبتقول له أنا هساعدك، وبتقلعه الجاكيت وبتقول له بتقول في سرها لو ما كنتش أنا ما كانش زمانه اتأذى، وبتفتكر إن هو أنقذها وبتقرب منه وبتحضنه وهو مستغرب وبيقول لها انت بتعملي ايه؟ انتوا بتقلميني؟ فبتقول له اه بجد، وبتبعد عنه وبتبدا ان هي تعالجه، وهي بيبص عليها وهي بتكمل لحد ما بيدخل المساعد وبيقول سيدي هناك شيء خاطئ. فبيقرب منها موشو وبيقول لها حسنا، وبيقول ليوران انتظريني في المنزل، وبيمشي وهي بتقول لماذا اصبح بارد جدا، وبيرن الفون بتاعه وبتقول الو مين؟ مين المتصل؟ فبيقول شخص غريب، اسمعي اريدك مع عقد زواجك المزيف ان تاتي الى هذا المكان، خلاف ذلك جدك هيكون في خطر. وبتروح يوران طبعا وبيكون مكان على البحر وبيمسكها الخاطف وبيقول لها انسة يوران امامك 100 متر للوصول الى الماء. فبتعيط وبتقول له ارجوك دعني اذهب، ماذا تريد قولي ويمكننا التفاوض؟ فبيقول لها انصحك ما تتحركيش، فين العقد اللي قلتلك عليه؟ فبتقول له
انا حقا لا اعلم. فبيقول لها واضح انك ما جبتش العقد معاكي، وبيرن على موشو وبيقول اعتقد انك محتاج مساعدتها، وهي بتعيط وبتقول له موشو انقذني. وبعد شوية بيقول الحارس ان هما ما قدروش يلاقوا مكان السيدة، وبيرن على يونزي اللي بيكون قاعد مستمتع وبيقول له موشو اخي الصغير هل انت من فعلت هذا؟ ويوران بتعيط وموشو بيقول اخبرني مكانها والعقد معايا، وبيرن على الخاطف هنا وبيقول له اتركها، وبيقول يونزي كل اللي هيحصل فيا هيعوضني هتخلص منه انتظر يا موشو. وبتظهر يوران اللي ماسكه في حافه بالعافيه وبتصرخ وبتقول مفيش حد هنا يساعدني لا استطيع الصعود. واخيرا بيوصل موشو وبيمسك ايدها وبينقذها، وهي بتقول لقد تم اختطافي لكني لم اكن اتوقع ان ينقذني موشو مره اخرى وان اقع في حبه. وبياخدها وبيرجعوا البيت وبيقول يونزي الاخ الاصغر لا تنسى ما وعدتني به. فبيقول له اخي ده عيد ميلاد ابي الـ70 لا اريد اخباره بهذه الاشياء هنا. وبيوصل الاب وبتقول يوران تعالى واجلس وبيقعدوا، وبيقول يونزي ابي انا لدي هدية ليك. فبيقول له حقا وبيدي ملف وبيكون عقد الزواج المزيف. وبيتصدم موشو ويوران وبيقول الاب هو مصدوم انتوا الاتنين تعالوا معايا. وبيقوموا ويونزي بيضحك وبيقف الاب وبيقول يوران انا هقدم لك خيارين، الاول انك تسيبي موشو وانا هنجز جدك وهتكفل بكل المصاريف، والتاني انك تفضلي في اتفاقية الزواج المزيف، وفي الوقت دوت عائلة سونغ مش هتساعد جدك باي حاجة. وطبعا يوران بتبص على موشو وبتمشي، هو بيبص عليها وبتسيب له رسالة مكتوب فيها ان على الرغم ان زواجنا كان مزيف لكن خلال هذه المدة حدثت الكثير من الاشياء والامور وانت كنت افضلهم، لكني لا يسعني قول اي شيء لك غير شكرا وان اعتذر منك واريد ان اقول وداعا. وبتقلع الدبلة وبتسيبها له وبتقول مفيش قصادها اي خيار اخر لانقاذ الجد. وبيقول موشو هنا لكن يوران لقد وقعت في حبك. وهنا نكون خلصنا احداث الدراما، اتمنى يكون المسلسل عجبكم ويكون الفيديو نال اعجابكم. لو عاوزين ملخص مسلسل جديد على القناه ما تنسوش توصلوا الفيديو الالف لايك في اسرع وقت ممكن. وقبل اي حاجه ما تنسوش تشتركوا في قناتنا وتزودوا عائلتنا الجميله فرد جديد، ولو الفيديو عجبكم اضغطوا اللايك الجميل وكومنت اجمل عشان نستمر ونقدم اكتر. وبس يا حلوين اسيبكم مع تعليقاتكم الحلوه، زيكم بحبكم قوي، شكرا على تفاعلكم مستمر معايا.